هاي هو بعيد لانه بدايته شفتي ما نزلنا اول مره الدرجه احنا وقفنا لما تكون صارت بدايته. ايوه انا ركزت مسد اللفه بس مزور كامل. ايوه كم بده يسوي؟ لكن مش هالمسافه قريب من هنا، لو نجيب من هناك لا هناك 5 دقائق لكن اللفه حق بسوي الطريقه امنيه. وين ابو المدافع اللي قال يا اخي يلا صوروا البيوت عشان نذكر. وين المدافع اللي قلت؟ المدافع هو الهاوز الرئيسي. احنا ما مش حد داخل صح؟ لا مين يجي؟ والله يجي كلمة على كل اللغات. مش كلمة منو؟ أبغى أعرف من فرقة طيب. لأنه جالس يصورنا. لأني صغير. أوه حتى الظفر عنك. لا إحنا طرحناته. نعم. أهم شيء نوم. أهم شيء نشام كل يوم فيكم بصراحة. كل شيء. هذا العدل اللي غلط نصير. شو بدنا نخبره علينا؟ الله. الله يطلع فيك. الثانية ثاني ومنه ثاني. بدي اجهز لكم من كذا وايت ما. لا لا سيرفيس. ومن هذا كان بدي سيرفيس كثير. ما ينفعش انت تروح عند المعسكر. الطريق القريب الى الجامعة. امشي الغام الطريق. امشي الغام 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 العسكر. يا استاذ يا استاذ علي يا طبعا شوفوا يا سل علي انت سل علي انا استاذ حسن دبي اصورنا يا حسين يا شباب يا شباب يا شباب والله انه عاد يصلح عاد يصلح يلا يا شباب هذا الوقت يا حسين معك على الوقت كان عسابي اصحاب البيت ولا حامل خلاص لا لا يا لا لا يا ما احسن من احنا وصلنا. ها؟ وصل يا اخي والله تصويت تصويت. انا الشيخ خلفي معسكر عشان بنزل على الموضوع في المعسكر. يا فاروق. والله يروح. الشيخ فعلي شو رايك مع المعسكر خلفي المعسكر. فاروق ممكن تصمت. يس. ويت Hadi bakalım.
اوه هذا اللواء 63 الذي يقوم بقصف هذه القرى المحيطة به. وهذه نتائج القصف. اللي هذا وستي هذا المنطقة كلها ملغمة. طلعنا اثنين حمير لها نكا وقرحن بهلنا الغم قطعنا رجلين. هل تعرض احد الاشخاص للاصابة وكذا؟ لا اصابتنا حتى قطع منها كذا بس. هذه كلها المنطقة ملغمة؟ ملغمة كلها هذا. يعني اكتشفتم الغم عن طريق الحمير. ابي تطلع حمير به عاد من هذا الحين باينة. بعض الالغام ذا الحين باينة. طيب اسم المنطقة دي ايش؟ بيت تهرب. هذه المزارع قلت لي كمان ملغمة؟ ملغمة. من اصحابها؟ ملغمة شتين كلهم نازعين. بيت تهرب اصحابه؟ طيب يعني في حد استشهد من ابناء هذه البقرية؟ من هم؟ خلونا نجلس يقولون فيك. استشهدت اسرة كاملة. ما بيت عيضة. اسرة من؟ اسرة ناجي عيضة. ناجي عيضة؟ كم عدد افرادها؟ أربع ثلاث نسوان وفرد رجال. طيب كيف استشهدهم؟ استشهدوا بقذيفة. متى؟ من المعسكر. بالليل قايتهم يعني قبل كم بالضبط؟ قبل 3 أشهر هكذا. وحد انقذهم بنفس اللحظة او ولا نزفوا؟ كيف عرفت انهم استشهدوا بنفس يعني؟ شفناها وباين يعني العسكر بعد ما وقعت القذيفة صاروا يجروا القذيفة اللي تفجرت. ها نوعها. والناس قدهم قاعد قتلوك؟ ايوه. ومن اللي اخذ القذيفة؟ هذه بالنسبة لهذه عيال عمه. بالنسبة لهذه القرية ايش اسمها هذه؟ بيت تهرة؟ بيت تهرة. فيها ذا الحين ناس؟ ايوه يعني حوالي 4 أسر هكذا. رجعت تعيش فيها. طيب ايش اللي يحصل داخل المعسكر هذا؟ هل تدريبات؟ هل كذا؟ هل ايش مهمة المعسكر هذا؟ كل شيء. انا يسكنوا ويرقدوا انا. اي اقصد يعني في البيوت تدريبات يحصل كذا ما تدريبات هو داخله ما تشوفنا مثل هذا الهنجر. ليش هذا الهنجر مختلف على هذا الهنجر؟ هذا الهنجر حق الصيانه. ورشه ايش؟ دبابات وكذا؟ ورشه دبابات مدرعات. ها يعني ايش يسوون؟ اخاف ما اشوف. اقرب منها قبلها. هذا الموقع حكيت 3 سنين معسكر اللواء وهذا القصف هذا منه والتبابي كانت مركز سنة اللي ضربت هذا البيت كانت من مركز في هذا الجهة ومدفع كان هنا اللي ضرب للبيوت اللي هنا و23 كان هنا كل هذا اللي كان يضربان للمحل. مش تقول بتكلم تقول نشتل المعسكر اكثر حل من القران ما مش مطلوب لهم. طلبنا من المعسكر هذا تحدد حالنا. ما مش معنا احنا لهم 3 متر. بينما المعسكر هو قريب. نقوم ضرب نزعها من القرى والمحلات. لا تستر العين يخرجوا ولا تستر النسوان يخرجان ولا تستر الاوادم يخرجوا. ما نخرج قصفوا. حتى وضع عندنا دحين نسوى مكون مجروح. حتى خلت لها من هنا وخرجت من هنا.
كنت موجود انت الحين عاد قاعد تعلم حاله انت تعلم حاله قاعد قواها بلغت اللجنه العسكريه ان انت ما تشوفش المعسكرات هنا بلغناهم جنا جنا انا ادري اول يوم اشوفه انت اي انا اول يوم لو تشوف حتى ما يهولك خلصنا التاروه والبيوت هذه سلامة تخلوا العسكر كسر الابواب هذا احد الجوامع يا حاج هذا مسجد ايش يا ولد هذا اسم المسجد يا معك 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 يا